الرب يكتفي انه يرسل ملاك او يكتفي انه يرسل كلمة او يكتفي باي حاجة. لما شاف التلاميذ وسط السفينة قال لا، الحل الوحيد اني انا اجي بنفسي لاجل الناس دي اللي انا هكون في وسط المركب اللي هم خايفين من عنده. عايز اقول كلمة صغيرة جدا وادخل على الجزئية التانية واخلص، مش هطول كتير. عايز اقول لك الحاجة اللي بتخوفك، الحاجة المضطربة اللي في حياتك، الحاجة اللي انت شايفها بتنط جوه السفينة، انت ماشي في سفينة بسلام وبأمان وفرحان كده وبترنم، قامت حاجة نطت زي حاجة في حضنك، نطت جوه السفينة، نطت جوه المكان اللي انت فيه. اعرف انه ربنا هيجي بنفس الطريقة ويقيم الحاجة دي من جوه المكان اللي دخلت فيه او نطت فيه او عملت لك مشكلة. عشان كده لما بتكلم عن إيمانك أنا بقول لك إيمانك لازم يكون ثابت، ثابت جدا، ثابت بطريقة إنه كل الحاجات اللي أنا قلتها، الخمس نقاط دي اللي أنت تعرضت فيها، لازم تبقى ثابتة قدام كل اضطراب أنت بتكتس فيه.